ايه بقى؟ هي هتوصل انت كمان تدخلي معايا اوضتي؟ بقول لك يا مريم، ما تزعلنيش منك بقى، خلاص لعبه وخلصنا بيها، خلاص خلصنا. خلصنا يعني ايه؟ انت اللي ما تزعلنيش منك بقى، انا مش واخده منك على كده. انا واخده على انك فريد، فري اللي عمره ما بيزعل حبايبه وما يقولهمش لا. انا والله ما بحبش ازعل حد، خصوصا ان الروش بتاعك ريحته حلوه وطعمه حلو، بس انا راجل متجوز والموضوع كده ضيق في ضيق، ومشاكل وواحد قتل وبوليس وحاجات، فالمساحه مش موجوده. طب انا اطلب منك طلب. قول وانا يا سيدي هعمل اللي انت عايزه بجد؟ حتى لو هتكسفني. ماشي. ايه ده؟ بقول لك ايه، صوت الباب ده مراتي. فريد انت كنت فين يا منى؟ سلمى تعبانه قوي. وانا كمان تعبان والله. سلامتها الف سلام، سلامتها الف سلام. ومجدي عامل ايه؟ المصايب كترت قوي يا فريد. كترت جدا المصايب، تحسي ان احنا مرصودين. هي امي بصت لنا في السفريه دي، انا عارف. امي السبب. احنا لازم نرجع مصر. انا رايي كده برضه، انا مصر وحشتني جدا. ام الدنيا دي، ازاي احنا قاعدين هنا وسابين مصر لوحدها؟ نرجع مصر، نرجع مصر. طب انت رايحه فين؟ احنا مش هنرجع مصر. انا رايحه اغير، انا عايزه انام. طب ما تنامي ازاي وتسيبي سلمى لوحدها، وانا اسيب مجد لوحده ياكلوا وشنا؟ ما انا كنت لسه عندها. ما ينفعش يا منى برضو، ده يعني انت تقعدي تحت رجليها في الموقف اللي هي فيه دي. ما تسيبهاش، وانا ما اسيبش مجد. يلا بينا يلا بينا يلا بينا يلا بينا. اتفضلي يا ستي. اوف، اخيرا رجعنا بالسلامه. كان وحشك قوي يعني البيت. انا عارف ان هي كانت رحله زي الزفت، بس انا هعوضك. بس ده ذنب السناره، احنا لو كنا خدنا السناره ما كانش كل ده حصل. انت رايق قوي على فكره. وبعدين تعوضني ايه؟ انا بعد اللي حصل ده لا عايزه اجازات ولا سافر ولا اي حاجه. يا منى الاوفر ده عادي يعني، موقف وحصل. اديني بس يومين ثلاثه كده اعمل لي شويه فلوس ونسافر تاني. نسافر بره مصر، مش لازم نسافر جوه مصر. بس ما ناخدش بقى ولا مجدي ولا سلمى. ايه رايك نطلع لوحدينا؟ شوف تليفونك كده مين بيرن. مين ده؟ مجدي مجدي، هتلاقيني وحشته عشان هو سايبينه بقى لنا ساعتين تلاتة. طب ادخلي انت اوضتي بقى، ادخلي انت اوضتك وانا ارد على مجد اشوفه عايز ايه. طيب ادخلي اوضتك. سيب انا هبقى اجيب لك الشنط. ادخلي انت، ادخلي ادخلي انت بس ادخلي. الاوضه زي ما هي سليمه، ما تلاقيش. الو، ايه يا مريم؟ عايزه ايه يا مريم؟ شفت بقى ان انت فهمتني غلط يا حبيبي. انا ما تهمنيش الفلوس، ولو على الفلوس اللي انت دفعتها لي ارجعها لك. انا عايزه حاجه تانية. حاجه تانية اللي هي ايه؟ عايزك انت يا فري. انا ازاي يعني؟ مريم انا راجل متجوز. يا مريم مش هينفع بقى، انسي الايام اللي احنا عشناها مع بعض زمان دي، كانت ذكريات خلاص عادي يعني. لا بقى، لو انت نسيت انا ما نسيتش. وبصراحه كده انا اول ما شفتك حسيت ان كان في حاجه كبيره ناقصاني. للدرجه دي انا مؤثر قوي كده؟ طب بقول لك يا مريم، انا هرجع اكلمك تاني. ها، هرجع اكلمك تاني. سلام. والله يا مريم انا اللي مفتقدك، انا اللي محتاجك في حياتي كده تروقي عليها شويه بقى. النكد اللي معايشيني في منى بوظت عليا الرحله وخلتنيش اخد الصناره. الله يسامحك يا منى.